عقد عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام رئيس جمعية كان علي فلسطين الأستاذ يحيى محمد عبد الله صالح لقاء مع قيادة الحزب المسيحي الديمقراطي التقدمي في اليونان. وفي اللقاء جرى مناقشة الجوانب المتصلة بالتنسيق لمواجهة التهويد الذي تتعرض له مدينة القدس، وكذا ما يتعلق بوقف التفريط بالأملاك والوقفية المسيحية في فلسطين المحتلة. وأكد اللقاء على أهمية مساندة الشعب الفلسطيني في مظلوميته والحد من الممارسات العدوانية لقوات الاحتلال الإسرائيلية. يتفنن العدوان